هو رصد لشخصية مهمة بالحرب السورية، هي الأم العظيمة اللي واجهت تحديات، وحقيقة كان طريقها شاق جدا بمواجهة كل الصعاب، بمواجهة تحديات اجتماعية حقيقية خلفتها الحرب. أعتقد كان بهمنا كتير بالمشروع أنه نكون صادقين وحقيقيين. صديقة وشريكة درب طويل، واشتغلنا مع بعض زمن طويل، وشرف كبير إلي كان تصديها لشخصية معقدة وصعبة مثل هي، وبعتقد أنه هي قدمت أداء برأيي الشخصي وملفت. خلال الأزمة تفاجأنا بأنه الإمرأة السورية قوية وصامدة رغم ألمها، رغم فقدها لكثير من أفراد أسرتها، شفناها كتير صامدة. هون منشوف شخصية أمينة بهذا المكون الرائع من الألم والأمل والصمود والقرار والحنية وكل هذا الشيء، نشوفه بالمكون أمينة. يعني أمينة عم تقدم تقريبا باختصار عن شخصية الإمرأة السورية. فيلم أمينة بالذات فيلم أنا برأيي، اسمحي لي أقول أنه إذا قلت متكامل رح يلقطوا علي الكلمة هذول المنتعدين من هيك تعابير، رح أقول شبه متكامل. وفيلم فيلم تستعد تشوفي عمل نحن نسميه بالموسيقى كونشيرتو كامل، هيك يكاد أنه بيخليك تشبعي. المشاركة بفيلم أمينة هي مو بس كممثل، يعني كمان كنا حد الأستاذ أيمن، بس هو انتقى اني اعمل هذا الدور، شاف انه انا بقدر اعمله، فكنت مطيع للغاية. يعني اخذت دور اللي هو دور سهير ابن أمينة اللي عملته السيد نادين. فنان القدير أيمن زيدان لحاله اسم كبير، بيأكد لنا قدية هذا الفيلم مهم. اليوم نحن عم نساهم بدعم فيلم أمينة اللي عم بيجسد رسالة كتير مهمة، رسالة وطنية، عم يورجينا قدية تداعيات الحرب أثرت على المرأة السورية،